رأيك في تمديد الأهلي لعقد كولر المدير الفني للفريق لمدة موسمين؟ أنا موافق عامة، أنا كأهلاوي موافق. مدرب كويس أولا، ومع ويعني وماشي أساسا بيعمل يعني إنجازات كويسة أساسا للنادي الأهلي. يعني حتى لو هنيجي نقارنه بأي مدرب، لو هو مشي هنيجي نقارنه بأي مدرب، مفيش أي مدرب بإمكانياته دلوقتي. رأيك في تمديد الأهلي لعقد كولر المدير الفني للفريق لمدة موسمين؟ لمدة موسمين كويس، اللي هو هيدوله فرصة تانية. هو مش وحش، بس هو هيدوله فرصة تانية ان هو يحقق انجازات اكتر، لان هو يعني استلم الفريق كان واقع خالص، وكان في صفقات كتير كنا محتاجينها، بدا يعمل صفقات وبدا يظبط الفريق. طبعا اقول لك على حاجه، طبعا ده حاجه ليه، راجل ماشي ما شاء الله مسيره حلوه عامل انجازات حلوه مع الفريق. على فكره بيرجعني، بيفكرني بايام مانويل جوزيه. اقول لك على حاجه، وما شاء الله اداره الاهلي اداره ناجحه، واداره قويه جدا 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 جدا. واقول لك على حاجه، وطبعا بيبو الخطيب طبعا بيدي قرارات حاسمه، وبصي طول عمر اداره الاهلي ما عندهمش هزار، ما عندهم، وبيستنوا النتيجه في الاخر، من نتيجه المحصول، ما بيعرف، ما بيمشوش بالقطع، بيمشوا بالاجمالي في الاخر. طبعا هو مدرب محترم وعامل شغل حلو مع الفريق، والفريق فيه لعيبه حلوه، وراجل ما شاء الله شغله حلو، ما يقعدش ليه؟ ايه المانع ان هو يقعد؟ انا ما بيعملش احباطات ما شاء الله، ما واخد دوري ابطال افريقيا، وعايز ايه تاني؟ وعامل حاجات حلوه. ده احسن قرار اخده الاهلي الصراحه، كولر لعبه ترتيبه حلو يعني كويس. لا بصراحه يعني بجد مدير فني محترم جدا وعلى اعلى مستوى بجد. الاهلي بجد والله يعني جاب مدير فني فعلا من زمان ما جابش، زي مثلا مستر مانويل جوزيه والمدربين الخبره دي. فاتمنى ان هو يكمل مع الاهلي اطول فتره، ويبقى فيه يعني تطوير مستمر للكوره. تمام. هو عشان جاب لنا 5 بطولات، وكانت الفرقه مساعداه، فان شاء الله مع الصفقات الجديده، مع امام عاشور، مع المهاجم ان شاء الله لما يجي، ده اهم حاجه طبعا. ان شاء الله باذن الله يبقى فيه احسن من كده. يعني شايف لو كولر استمر مع الاهلي هيحقق انجازات اكتر من اللي حققها؟ والله احنا يعني ندي له فرصه، بس الفرصه اللي هو هياخدها سنتين كفايه ان هو يثبت ده. طبعا اكيد، واكيد هي يعني كهو خد يعني لغايه دلوقتي ماشي، خد 4 بطولات، في بطوله 5 هي جايه في السكه ان شاء الله تيجي، ولسه بيفكر كمان. يعني انا كاهلاوي ان شاء الله يعني بدل ما كل سنه بناخد برونزيه، او كل ما نسعد ناخد برونزيه، يعني نامل ان احنا ناخد كاس العالم للانديه. يعني يستمر، يعمل انجاز حلو. طبعا عارف امكانيات الفريق ايه، وعارف امكانيات كل لعيب ايه، وعارف يوظف كل لعيب فين. طبعا حلو، مدرب حلو ما يقعدش ليه. ما جوزيه قعد مع الاهلي 7 سنين واكتر، وعمل انجازات حلوه، وخدنا انجازات 7 سنين. ايه المعضله؟ ادم واحد كويس زي الفل، مش واقع، ما شاء الله عامل انجازات حلوه، عامل جايب حاجات حلوه، وده المطلوب. انا عايز ايه تاني غير كده؟ عشان كولر ده خدناه كل البطولات، يعني هو زي موسيماني بس احسن من موسيماني في لعبه، عشان موسيماني كان لعبه يعني في شويه حاجات غلطات يعني. طبعا اضافه كبيره جدا للاهلي، واضافه كبيره كمان لبطولات الاهلي يعني، وكمان الدولاب بتاع الاهلي هيزيد اكتر، فحاجه محترمه بجد. هيجيد طبعا ان شاء الله، وممكن كمان فتره من الفترات لو كمل معانا كام سنه بنفس المستوى ان شاء الله يعدي مانويل جوزيه كمان. عارف كولر السنه دي عمل موسم يعني موسم اسطوري ما عملش ايام مانويل جوزيه، ممكن كولر يحقق تاريخ مانويل جوزيه تاني؟ لا. السؤال بتاع ان لو انت هتعملي مقارنه بين كولر او جوزيه، او كولر ممكن يوصل مع حاجه جوزيه، بص اقول لك حاجه، نتكلم بصراحه برضو، هي عشان ما اظلمش الاثنين في مقارنه، على فكره جوزيه طبعا كان معاه فريق ذهبي، كان معاه فريق ابطال، الفريق اصلا لوحده كان بيتكلم، اللعيبه لوحدها كانت بتاكل النجيله، اللعيبه لوحدها تحسي كانوا ماشيين زي الريموت من غير مدرب. لو اي مدرب مسك الفريق ساعتها كان ياخد بطولات. شايف لا، عشان اسمه ايه ده؟ مانويل جوزيه كان احسن منه في لعبه، وكان معاه ديل احسن من كده.